السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة بتكلم في موضوع في منتهى الخطورة، وألا هو الطلاق وكثرة مشاكله اللي موجودة في المجتمع المصري، واللي أصبحت عادة إن ممكن تلاقي شباب لسه متجوزين عريس وعروسة في خلال كام شهر، بعد ما بيقولوا كده بيخلصوا شهر العسل، بيبدأ يخش في نكد ويبدأ يخش في مشاكل. بتلاقي الموضوع يتحول من مشاكل عادية ما بين زوجين إلى مشاكل أسرية، ثم إلى اجتماعية، ثم إلى الطلاق وانتهى المطاف. طيب، دي كارثة من ضمن الكوارث. أولا، أنا مش دكتور نفسي ولا معالج نفسي ولا أنا أخصائي اجتماعي، ولكن المشاكل دي ظهرت قدامي كتير، وممكن تكون ظهرت في جميع العائلات وفي جميع البلاد، فكلنا بنبقى عارفين الأسباب إيه هي، ولكن بيبقى عندنا تكبر في ان احنا نتكلم فيها، او ما نحبش نتكلم فيها عشان ما نحرجش احد مسببي الطلاق، على اساس ان هم ملايكه ما بيغلطوش ما بيعملوش اي ذنوب. اول حاجه، التكافؤ العقلي اللي المفروض تبقى في الاسره اللي بتهيئ ابنها انه هيتجوز. اشمعنى الاسره اللي بتهيئ ابنها بالذات؟ لان معظم حالات الطلاق المتوفره او الموجوده حاليا في المجتمع الاسلامي المصري سببه ام او اب الزوج، انهم عندهم اعتقاد ان الزوجه مجرد خدامه جايه من بيت ابوها تخدم حماتها او تخدم اهل بيت زوجها. اولا، ده مش عيب، ده بالعكس، الزوجه اللي تعمل كده تدل على انها من بيت اصيل ومن أهل محترمين قدروا يربوا ويعلموا، ولكن الاعتقاد الخاطئ أنهم يظنون أنها خادمة. للأسف هي مش خادمة، ولكن إذا عملت أنها تساعد حماتها وتساعد حماها وتبقى جنبهم في البيت وتساعدهم و و و و كل ده من باب التعاون، كل ده من باب التعاون والعون والحب والاسلام اللي المفروض يبقى في قلوبنا وفي بيوتنا. طيب، ان احنا نحول الحب ده ونحول الراحه النفسيه دي واحنا بنكنس الشقه واحنا بننظف البيت مع بعض كاسره، اتحول الى كره، اتحول الى امر، ان هو ده امر على البنت دي انها تعمل كده. لا يا فندم، هو مش امر. احنا قلنا اذا كانت عملت كده يبقى زوجها رجل محترم واهل بيتها اللي جاي منهم ناس محترمه، ولكن مش جايين يخدموا. هم اذا كانوا بيعملوا كده فبيعملوها حب وروح ودين متوالد ما بين الافراد اللي موجودين في الاسره دي. رساله الى كل اب وام لزوج: الزوجه مش خدامه، الامر ما يبقاش بالاجبار، لا، ولكن حبا، تعاونا، اخوة، محبة، روح حلوة ما بيننا وبين بعض. من ضمن الاسباب اللي فيها الكوارث دي الحكم على الزوجة انها تعمل بالاجبار وبالاكراه، واذا عملت بالاجبار والاكراه كأنها في سجن، بتتعامل معاملة وحشة، تعملي بلقمتك، اعملي مش عارف ايه، كأنها شغالة يومية ما بيقعدوهاش، نظفي، اغسلي، وهكذا. بنقعد نديهم في اوامر في اوامر لحد ما الوقت يعدي، تيجي اخر الليل متدغدغه. احنا مش شغالين في غريبه، الدنيا غير زمان، الزمن اتغير والمجتمع اتغير والناس اتغيرت والفكر اتغير. زمان عشان كانت الاسره واحده، وكان في زي ما بيقولوا في الفلاحين، كان في ارض وفي اطيان وفي لا مؤاخذه بهايم بيسترزقوا منهم، فكل واحد بيعتبر بيعمل بلقمته، ولكن كان بيتعمل حب وليس اجبار او كره. يا جماعه، نحافظ على بناتنا ونحافظ على اولادنا ونساعدهم انهم يعيشوا حياه سعيده، ومش عيب ان احنا نساعدهم، او مش عيب ان هم ينزلوا يساعدونا ويخدمونا، ولكن حبا وروح ما بيننا حلوة. ده حاجة هنتحاسب عليها يوم القيامة. بنات الناس مش خدامات.